بيت مصر عربية بكرة لما تكبر وتعرف قيمة مشاعرك دي ايه هتقولها للبنت اللي تفهمها. دي ناتاشا من اوكرانيا. دي ناتاشا تانية بس من عمارات العبور. لو انا وانت في اسكندرية كنت خدتك من ايدك ونزلنا البحر بلبيس. في مسابقة كبيرة عاملاها مجلة فوج لأحسن تصميمات في مصر، لو كسبت هتبقى بداية كويسة قوي ليا. الكورن فليكس ده عليه اوفر. ولا انا ولا انت ولا البنت بناكل كورن فليكس. ايوه حبيبي بس عليه اوفر. انا منظري ايه دلوقتي؟ تفتكر هو بيرسم كان في ايه في باله؟ اكيد كان مستبس. فاكر لما اخدنا عربيه امك وروحنا جبنا بيض وقعدنا نحدفه على النسوان في الشارع؟ يا البيض. هو اللي واقف مع جوزك وكريم ده علي يدين والنبي شويه جمبري مسوس قدام جدتنا الله يكرمها. لا بس متهيألي الاحمر اوفر قوي على الخطوبه. بس انا بقى عارفه متاكده اني بفهم احسن في الذوق والالوان. كمان عايز اخش البيت محشش. يا عم محشش هياخد باله. مش ده فرحك يا بنتي؟ لا ده مش فرح، ده فرح حسين. ما اعتقدش ان انا وانجي عندنا صور كفايه مع بعض. انا وانجي عمرنا ما كنا اصحاب يا حسين. دكتور كريم مش حاسس انا على حاجه يا جماعه. نزلت في الماده دي 4 مرات. مدام حضرتك من فضلك ورقه الطلاق تبقى عندي في اسرع وقت. بس فهمني ان علي لسه بيحب دينا ولا حتى بيفكر فيها. انت صورتها يا علي؟ صور. لو هتكون حركات العيال بتاعت المدرسه دي دخلت عليكي. واحد زي علي يعرف يضحك عليها. اللي بتكسبه بتلعب. كان ممكن تلعب بيها باي طريقه. ايه اللي انت بتعمل فيها كده؟ قلت ليه كده يا حيوان؟ ولا اي حاجه. شنط الاساتذه على سويت 504. سويت؟ طب ايه 504 ده بجوده ولا ايه؟ بتشرب جوين طولك يا دي يا ابن المتضايقه وعايز ولعها. اضرب يا معلم احنا هنهج. يا جدع